بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخباركم إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فكرة، أنا كلمت الأستاذ أحمد امبارح على موضوع المحاضرة الثامنة اللي كان الصوت فيها مش واضح أو واطي شوية، فهو قال لي يعني المفروض إن أنتوا تستخدموا الهيدفون، يعني هو اللي بيخلي الصوت اوضح واقوى شويه، لان سمعها لي المحاضره عنده كانت عاليه وكويسه. فياريت ان انتوا يعني تحرصوا ان يكونوا عندكم هيدفون تسمعوا منه، تبقى المحاضره اوضح شويه. زي ما وعدتكم انا مديت الاساينمنت اسبوع كمان تقريبا، هيخلص يوم 20. كان في ناس سألت على الفيسبوك ان الاساينمنت بتاعها ما تعلمش، انا دخلت ولقيت هم 4 ما لهمش جريد لان هم ما عملوش سبميشن اصلا، لكن الناس الباقيه كلها عامله سبميشن واخده الجريدنج بتاعها يعني. طيب نبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم المحاضره التاسعه. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت، دايما زي ما واحد من زمايلكم قال، كل محاضره بقول بسرعه ايه اللي قلناه المحاضره الاولانيه اللي قبلها، يعني بحيث ان انا ايه اقدر ساعات ممكن تبقى المحاضره تكملتها في جزء قلته في المحاضره اللي قبلها، فعشان نربط الكلام ببعضه. فاكرين المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الفي اوتو ماكس، مش هقوله تاني بقى، وازاي بقيسه والفاريابيلتي بتاعته قد ايه، ويعني ايه في اوتو ماكس، وبستفاد بيها في ايه، وبتقل امتى وبتزيد امتى. وكنا بدأنا نتكلم بقى ازاي انا هقدر اعمل كارديو بالمونري اكسرسايز تيست، وقلنا ان مجازا ممكن في المرحله بتاعتكو نقول ان الكارديو بالمونري اكسرسايز تيست هو الاستريس تيست هو الفي اوتو ماكس تيست. تقريبا كلهم معنى واحد، بس مع المحاضره دي وان شاء الله المحاضره اللي بعدها هنقدر نفهم بعض الفروقات ما بينهم. فقلنا يعني ايه الكارديو بالمونري اكسرسايز تيست ده اقدر اعمله لمين؟ اقدر اعمله لاي سبجكت هاف فاسكولار او ابدومينال او اورثوبيتك بروسيجر، او واحد عنده ريسبيراتوري بروبلم، او عن واحد بوست مثلا كابج او بوست ستنت عامل دعامه في القلب. يعني معناه ان انا عايز اوصل لكم ان الكارديو بالمونري اكسرسايز تيست او الاستريس تيست ما هوش بس ايه محصور على البيشن كاردياك بيشن او بالمونري بيشن، لا، زي ما هنعرف دلوقتي ان هو اقدر اعمله لاي حد، اقدر اعمله لاثليتكس، اقدر اعمله لاوبيز سبجكت، اقدر اعمله لكاردياك سبجكت فاسكولار سبجكت، اقدر اعمله لبالمونري سبجكت. ايه؟ لان هو ايمنج ان هو تو ديتيرمن البيشنت فانكشنال كاباسيتي، عايز اشوف الايروبيك كاباسيتي، عايز اعمل تيست اشوف الشخص ده how far he can perform activity without getting fatigue, how far he can do activity before reaching the anaerobic threshold. فاكرين ان احنا قلناها ال VO2 max وال anaerobic threshold وفهمناها كويس جدا. فاذا دلوقتي اقدر استخدمه لكل القطاعات دي. الفرق في ايه يا شباب؟ الفرق ايه؟ الليميتيشن بتاعي هيكون ازاي؟ المونيتورنج بتاعي هيكون ازاي؟ الكوشن بتاعي هيكون ازاي؟ يعني اديكم اكزامبل كده، انتوا عارفين ربنا بيكرمنا شويه باكزامبل كده للحياه بنعرفها. افترض ان انت عندك ولد ربنا يعطيكوا يعني، وعندك بنت، وسمحت للولد ان ينزل يخرج مع اصحابه، وسمحت للبنت اللي تنزل تخرج مع اصحابها. الاثنين هيخرجوا والاثنين هيتفسحوا مع اصحابهم، لكن هذه نفس الخروجه، لكن مين هيحتاج منك مونيتورنج اكتر؟ مين هيحتاج منك خوف اكتر؟ مين هيحتاج منك تتصل كل 10 دقايق او كل نص ساعه عشان تطمن اكتر؟ البنت. يبقى هي يبقى عن الولد شويه، فصح كده؟ يبقى هي نفس الايه، نفس الخروجه، لكن انا البنت خدت مني مور مونيتورنج، خدت مني مور كوشن، خوف اكتر. نفس العمليه لو انا بعمل الكارديو بالمونري اكسرسايز تيست لاثليتيك بيرسون او مثلا اوفر ويت بيرسون ومفيش اي كارديو بالمونري ديس اوردر، هو نفس التيست اللي بعمله لمريض الايه الكاردياك، لمريض الهارت فيلير، لمريض اللي لسه طالع من اوبن هارت، هو نفس التيست. لكن مين هيحتاج مني مور كوشس؟ اكيد الكاردياك سبجكت. مين هيحتاج مني مور مونيتورنج وان انا كنت شاطر قوي في الاي سي جي وشاطر قوي في الريزستيشن، لان ممكن يحصل اي حاجه، الريسك عالي، ده بنقول عليه ايه، هاي ريسك سبجكت ولو ريسك سبجكت. فاهمين قصدي يا شباب؟ لكن هو نفس التيست، لكن اللي يعمل اثليتكس
هو اللي هعمله للكاردياك، لكن مين هيحتاج مني خوف؟ مين هيحتاج لازم يكون شاطر كويس أوي في البطنة وفي القلب، علشان ممكن البيشنت اندر هاي ريسك ان هو تديفلوب اني سادن بروبلم، وبالتالي لازم اتعامل معاها. ومين اللي هيقدر ممكن يحصل له مشاكل في رسم القلب، وبالتالي لازم اخد قرار ان انا اوقف الاكسرسايز تيست؟ اكيد الكاردياك بيشنت اكتر منه من الاثليتكس. فهمت كده؟ يعني مثلا عندنا في الكلية بنعمل الاكسرسايز تيست، لحد دلوقتي بنعمل الناس النورمال، لكن الى الان خايفين نجيب كاردياك بيشن. ليه؟ لان مفيش معدات نقدر نسعف بيها المريض، المفروض يكون معانا طبيب، المفروض يكون في رعايه مركزه، لان اسمه ستريس تيست. ممكن اثناء التيست المريض ده، ما بيحصل في معهد القلب، ممكن كل 20 30 مريض يدخل في ستروك، ينزلوا الرعايه، يقدروا يلحقوه، يدوا له حاجه في الفايل، يدوا له، فاهمين قصدي ازاي؟ غير لما بكون بعمله مثلا في نادي لاثليتيك بيرسون، انا عايز اشوف الفي اوتو ماكس بتاعه علشان اقدر اعليها اكتر في التريننج، واقدر اخلي الاثليتيك بيرسون ده يبقى مثلا من اوائل على العالم. ده ما بتشوفوا الناس كلها بره كده، اجهزه الاكسرسايز تيست دي موجوده في كل نوادي العالم، بيقوم فيها في اكسرسايز فيسيولوجيست، او زي حالتنا كده اخصائي العلاج الطبيعي اللي هو متخصص في مجال القلب والصدر، بيعمل التيست علشان كل واحد معروف الفي اوتو ماكس بتاعه قد ايه، ومعروف الماكسيمم هارت بتاعه قد ايه. زي ما بتشوفوا كده، فلان مثلا بيجري 100 متر في خلال الرقم العالمي كذا، والرقم اللي بتقول عليه الاقليمي او الاولمبي كذا، كل واحد معروف الرقم بتاعه، فبالتالي بيلعب على انه يزوده اكتر علشان يقدر ياخد ايه، رانك اعلى في التيست. فاهم كده يا شباب؟ حلو. طيب، وقلنا المرة اللي فاتت ان بسرعة طبعا عشان نبدأ النص التاني من المحاضرة، الانديكيشن اوف كارديوبالمونري اكسرسايز تيست امتى هستخدمها؟ قلنا هستخدمها ساعات للدياجنوزز، ولكن هيعمل دياجنوزز هيبقى الطبيب اكتر مننا، احنا بنستخدمه اكتر علشان نعمل اسسمنت للفانكشنال كاباسيتي، للايروبيك كاباسيتي زي ما قلنا قبل كده، لكن الاطباء بيستخدموه للدياجنوزز. هو نفس التيست ونفس الجهاز، طبعا في بروتوكولز كتيرة، في انواع كتيرة من التيست زي ما هنعرف بعد كده بالتدريج. يبقى لو واحد جاي عنده ديسنيا ومش معروف هي جايه نتيجه هارت ولا جايه نتيجه لانج، ممكن اعمل له اكسرسايز تيست من خلال التيست، وخصوصا التيست اللي هي اوبجكتيف، وزي ما هنعرف في المحاضرات اقدر احدد الديسنيا دي جايه من الهارت ولا من اللانج. واحد عنده اكسرسايز ليميتيشن، واحد جاي بيقول لك انا ما بقدرش اعمل مجهود، بطلع السلم بتعب، بمشي 100 متر بتعب، ونعمل اي سي جي نورمال، نعمل مش عارف تحاليل نورمال، يبقى لازم احطه في اكسرسايز تيست. من خلال التيست ومن خلال الخبره بتاعتنا بقدر اعرف الشخص ده ليه بيتعب بسرعه، هل هو ماسكولوسكليتال، هو كارديو بالمون. مجال يا جماعه في منتهى الاحترام، ومجال عالي جدا في العلم، يعني لما ان شاء الله يعني تحبوا بعد كده بقى اعمل ورش عمل بقى خارجيه وتيجوا تحضروا لي، هتلاقوا ان شاء الله باذن الله دبث اكتر بكتير من ان انتوا كمان حتى بتدرسوه. وللاسف مجال ايه، مهضم حقه في مصر طبعا، لكن على الاقل انا في المستشفى اللي انا شغال فيها هبدا ادخل فيها الكارديك ريبليتيشن والاكسرسايز تيستنج وكده. طيب، يبقى زي ما قلنا بعض الانديكيشن المره اللي فاتت. ايه تاني ممكن اعمله؟ الامتى اهو اعمل اسسمنت للفانكشنال كاباسيتي، وده يبقى شغلنا اكتر. اي واحد عنده امبيرمنت او ديسابيليتي، ممكن اعمل الاكسرسايز تيست بري اوبرتيف، واحد مثلا داخل يعمل كابتش اللي هي كورونر ارت باي باس جرافت، او داخل يعمل استنت بدعامات بالقسطره. فكنا في معهد القلب على طول، الله يرحمه الدكتور مصطفى حسين، على طول كنا بنعمل اكسرسايز تيست قبل، وكان الجراحين هم اللي بيبعتوا العيانين، اعمل اكسرسايز تيست قبل الجراحه عشان اشوف المريض ده واصل لحد فين، الفانكشن كاباسيتي بتاعته عامله قد ايه، البالمونري فانكشن بتاعته عامله قد ايه. وبعد كده عشان ارجع بعد ما اعمل ريهابليتيشن اقارن هل في ديفرنس، سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين البري فاليو والبوست سيرجري فاليو. حلو كده يا شباب. او ان انا اعمل دياجنوز زي ما قلت للهارت والبالمونري، حاجات قلناها قبل كده المره اللي فاتت. طيب، ايه كمان؟ من ضمن الحاجات اللي بقى اللي تخصنا احنا كأخصائيين علاج طبيعي هنشتغل في المجال ده، انا بحتاج الريزلت اللي بتطلع من الكارديوبالمونري اكسرسايز تيست، وخصوصا اللي هي الاوبجكتيف، الحاجات اللي فيها اجهزة بقى او فيها كمبيوتر سيستم زي ما هنعرف في المحاضرات، عشان اعمل اكسرسايز بريسكريبشن ديورينج بالمونري اند كاردياك ريهابليتيشن. وانا هيجي لي مريض القلب كده، راح مدخله في جيم بعد ما عمل عملية قلب مفتوح، اقول له زي ما قلنا المرة اللي فاتت يلا كل واحد يلعب لحد ما يتعب، ده انا بقى بتاع ترابية رياضية ما بفهمش حاجة. لا، ده لازم اعمل اكسرسايز تيست الاول، اشوف فين المريض ده،
الفي او تو ماكس بتاعه قد ايه، الانيروبيك ثريشولد بتاعته بتوصل امتى، ايه هو الماكسيمم هارت ريت، ايه هو الماكسيمم سيستوليك بلاد بريشر، ايه هو الماكسيمم دايستوليك بلاد بريشر، قبل لما ابدا اعمل ايه اكسرسايز تريننج. اخد بقى النتائج دي كلها يا شباب واقعد افصل بيها برنامج خاص للمريض القلبي ده، هتعمل انتنستي قد ايه، هاو ماتش برسنتج فروم يور ماكسيمم هارت ريت، المفروض يعمل اني مود اوف اكسرسايز، الديوريشن قد ايه، الفريكوانس قد ايه، تفصيل بسميه ايه بريسكريبشن، بريسكريبشن يعني تفصيل اكسرسايز بروجرام فور كاردياك اور ايه بالمونري بيشنت بيزد اون ذا ريزلت اوف اكسرسايز تيست. زي ما كنت لسه بقول لكم في اول المحاضره، مش لازم بس بالمونري بيشنت او كاردياك بيشنت ديورنج الكاردياك ريابليتيشن، لا، ما هو بيجي لك واحد في العياده، انت شخص عامل مثلا جيم حلو محترم مقنن طبيا في العياده بتاعتك، هيجي لك واحد اوفر ويت، الاوفر ويت ده ممكن يكون هايبر تنسيف، ممكن يكون دايبيتك، انا عايز اعمل له ويت ريدكشن، برضو لازم يكون في اكسرسايز تيستنج، ولازم يكون في جود بريسكريبشن اوف اكسرسايز. ما ينفعش ان انا اقول له يلا عم اكتب له دايت ريجيم، ده للاسف بيحصل في معظم العيادات، دايت ريجيم والعب شويه روح جيم لو انا ما عنديش جيم، او لو كان عندي يطلع شويه على التريد ميل، لا ما ينفعش. ايش عرفك ان الاوفر ويت سابجكت ده اللي عنده حتى 25 سنه ولا 30 سنه عنده مشاكل في القلب ومستخبيه لسه ما ظهرتش، وخصوصا لما يكون هايبر ليبيديميك وممكن يكون اندر هاي ريسك ان هو تديفلوب كورونري ارتي ديزيز. احنا بنشوف دلوقتي يا شباب ناس عاملين زراعه 3 شرايين عنده 20 سنه و25 سنه من السموكينج ومن الاستريس ومن الهايبر ليبيديميا والفاست فود. فبالتالي اوعى حد فيكم يتخم في مريض جاي له يعمل ويت ريدكشن، او شخص مش هقول مريض بقى سبجكت او في ميل او ميل جاي يعمل ويت ريدكشن عندك في العياده وتتخم من شكله ان لسه شاب، وان هو مثلا بس عنده 10 15 كيلو زياده، وان هو بيشتكيش من اي حاجه كاردياك، اوعى تتخم فيه وتبدا تعمل له سيفير دايت ريجيم وتعمل له سيفير اكسرسايز عندك في العياده من غير ما تبقى العمليه مقننه جدا. ماشي؟ طيب زي ما قلنا اهو، ان انا اعمل اسسمنت للريسبونس تو ذا ثيرابي، يعني تخيل الواحد جالك مثلا وانا عملت له اكسرسايز تيست وبعدين دخلته بعد كده في 3 مانثس اوف ريهابليتيشن اكسرسايز تريننج اروبيك اكسرسايز تريننج ويت ريدكشن، وعايز اعمل ري اسسمنت تاني علشان اشوف المريض ده حصل له مور بروجريشن تواردز مور فيتنس، هل المريض بقى مور فيت، هل الفي او تو ماكس بتاعته زادت والماكسيمم هارت ريت زاد، والمريض بدل ما كان بيتعب بعد 20 دقيقة من التيست بقى بيقعد في التيست 25 و30 دقيقة، المريض بدل ما كان بيتعب في الثيرد جريد اوف تيست بقى بيتعب في الفورث جريد وفي الفيفث جريد او الفورث ستيبس اوف ذا او الفورث بروجريشن اوف ذا تيست ولا لا. كل الكلام ده لازم نبقى فاهمينه كويس جدا. حلو، ماشي كده، كل ده قلناه بسرعه عشان كده قلنا طبعا ان اي تيست لازم اكيد ليه كونترا انديكيشن، مش اي حد هدخله في التيست، ان ده اسمه ايه يا شباب، اسمه كارديو بالمونري اكسرسايز تيست، اسمه ستريس تيست، اسمه اكسرسايز تيست، معناه ان انا بعمل بوتينج تو ماتش ستريس ان يور هارت اند يور بالمونري سيستم. فبالتالي لما تكون شغال في مستشفى وبيتحول لك، انا الحمد لله يعني في المستشفى عندي بيحولوا لي عيانين هارت فيلير لانه عارفين المجال بتاعي، وبطلع لهم في الرعايه فوق وبعمل اكسرسايز تيست بنفسي، خلاص. فمعناه في الجراح او دكتور القلب بيبعت لك كل الحالات، هو ما يعرفش، كان في امريكا كده برضه، هو بيبعت لك كل الحالات وانت اللي تقول مين الانديكيتد ومين الكونترا انديكيتد، بيرمي عليك مسؤوليه كبيره جدا. مفيش في امريكا طب طبيعي ولا الكلام اللي احنا بنشوفه في بلدنا ده، لا، في امريكا كل الناس بتبعت لك الحالات على انك انت الايه البرايمري تريتمنت سبجكت، انت اللي بتعمل ايفالويشن وانت تقول انديكيتد وتقول كونترا انديكيتد وتكتب الريبورت بتاعك اندر يور ريسبونسابيلتي. حلو كده، فبالتالي لازم يكون بعض الكونترا انديكيشن للكارديوبالمونري اكسرسايز تيست، قلنا زي لما يكون في acute ischemic changes في الاي سي جي، لو في وقت ان شاء الله في المحاضرات بعد كده هبقى اشرح لكم الاي سي جي بسرعه، مع انه ده كان يحب ان تكون لايف قدامي، ان يكون في ischemic change في الاي سي جي او unstable angina شرحناها المره اللي فاتت، او uncontrolled congestive heart failure شرحناها بسرعه، او uncontrolled death arrhythmia. كلمه uncontrolled يا شباب يعني معناها حتى الدكاتره محتارين ان هم يعملوا لها medical control، فازاي الشخص ده انا اجيبه واحطه اندر ستريس في اكسرسايز تيست، ده انا ممكن اقتله في الايه اثناء الاكسرسايز.
فطبعا ده لو مريض جاي لك في المستشفى اكيد بيبقى جاي لك رسم القلب بتاعه، جاي لك الدياجنوزز بتاعه، فانت من خلال خبرتك بتقرا في الدياجنوزز بتاعه وتقرا في الحاجات اللي عنده، تقول لا انا مش هقدر، this patient is contraindicated at this time, please refer the patient back to his cardiologist and patient will be examined later on when his مثلا death arrhythmia has been controlled by his physician. ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله في امريكا ونكتبه، وكانوا بيضربوا لنا تعظيم سلام انك انت تقول لا ده كونترا انديكيتد وتحط الجاستيفيكيشن بتاعتك. حلو، قلنا الثيرد ديجري هارت بلوك، الحاجات دي هنفهمها لما نيجي نشرح الاي سي جي. ان كنترول ده هايبرتنشن، بتسمع واحد الدكتور بيقول انا احترت فيك، ادي لك دواء يجي لك الضغط ينزل خالص، اقلل الجرعه الضغط يعلى خالص. كلكم اكيد في حواليكوا نوع من المرضى دول، الدكتور بيقول انا احترت فيك، يعني ضغطه بيعلى فجاه وينزل فجاه ومبقاش مظبوط والجرعه مش مظبوطه، وهكذا برضو في الدايابيتس. فده طبعا خطر ان انا ادخله في التيست ده. طب يا دكتور واحد هيسالني، احنا يعني هنسيبه ما نعملوش تيست؟ لا، زي ما هتشوفوا دلوقتي في الجزء الثاني من المحاضره ان في كارديوبالمونري اكسرسايز تيست، حاجات سيمبل، حاجات ما بحطش فيها ستريس قوي، حاجات ممكن استخدمها في العياده، ممكن استخدمها في النادي، وفي نفس الوقت ما تبقاش ايه، تبقى اقول عليها ايه سب ماكسيمم، مش بحط ستريس جامد قوي على المريض. فممكن الناس اللي هي كونترا انديكيتد دي استخدم لها حاجه ايه سيمبل، بدل ما احطه على تريد ميل واحطه على بايسكل وابدا ازود الريزيستنس وابدا ازود التريد ميل سبيد والانكلينيشن، ده بيبقى محتاج شويه مريض ما يكونش فيه عنده حاجات خطر. لكن المرضى دول ممكن اعمل لهم حاجات بسيطه زي ما هنشوف بعد كده في النص الثاني من المحاضره. اكيوت مايوكاردايتس وبيريكاردايتس، طبعا مش هيجي لك واحد عنده انفلاميشن في المايوكارديوم ماسلز او انفلاميشن في البريكارديال لير زي اللي بيحصل في الروماتيك فيفر، في الاكيوت روماتيك فيفر، واجي اقول له اعمل لك اكسرسايز تيست، ده انا هموته. حلو، الناس اللي عندها سيفير اورتيك ستينوز، عنده ستينوزس جامد في الاورتيك فالف، يعني معناه ما فيش بلاد خارج من الليفت فينتريكل رايح للايه للاورطه، يبقى وانا هحط ستريس كمان على القلب ومحتاج ان يكون في جود بلاد سبلاي للسكليتال ماسل لللور لين ماسل، كنت بعمل تريد ميل او بعمل بايسكل، وفي نفس الوقت الاورتيك فالف سيفير الاستينوز، ده انا كده بحط لود جامد على المريض جامد جدا، وممكن ادخله في سكيميك اتاك. ماشي يا شباب. طيب، او اكيوت فيبرال ايلنس، واحد عنده فيفر، واحد عنده اكيوت فيروس سي، واحد عنده انفلونزا مثلا، واحد عنده اكيوت نمونيا، ما ينفعش اقول ساعتها ان الاكسرسايز تيست كونترا انديكيتد ات ذيس تايم، البيشنت كود بي ايفالويتد اجين افتر ايه ريليفينج ذا اكيوت سيتويشن. حلو، او ان انا بقيس الساتوريشن بتاع الاكسجين في البلاد لقيته اقل من 85%، ده يبقى خطر ان انا احط المريض على ستريس او اعمل له اكسرسايز تيست لحد لما نسبه الاكسجين دي تتحسن. فهنا لازم اكون فاهم في البلاد جازز، فاهم ايه هي النورمال فاليو بتاعت الاكسجين، ده حاجات فاكرينها قلناها في المحاضرات اللي فاتت عشان نفهمها ايه النورمال ساتوريشن اوف اكسجين في البلاد او في الفينز، وبالتالي امتى اقول ده يبقى انديكيتد وامتى اقول ده يبقى كونترا انديكيتد. ماشي كده يا شباب. حلو، هنبدا بقى اهو. يبقى انا لازم كنت اقول المقدمه دي بسرعه علشان تبقى المحاضره عندك الدنيا متجمعه كويس في دماغك، ما تحتاجش تبقى ايه لو انت لسه سامع المحاضره اللي فاتت بقى لها فتره يبقى تلم نفسك بسرعه يعني. وارجو ان يكون الاسلوب ده طبعا عجبكم، ان احنا نراجع بسرعه بسرعه علشان نكمل النص الثاني من المحاضره. انا مش بتقل عليكم يعني، بديكم ساعتين وثلاث ساعات، لان ما نفس البشريه ما تتحملش المحاضرات الطويله قوي دي، والاستفاده بتكون قليل طبعا، ممكن تمل وتسيب المحاضره وتمشي. طيب، ايه هي الديفرنت بروتوكول اوف اكسرسايز تيست علشان اعمل ميجرنج للفي او تو ماكس، او اقول اكسرسايز كاباسيتي او اقول ايروبيك كاباسيتي؟ كل ده معنى واحد يا شباب، يعني علشان ما تتلخبطوش. واحد يقول ايه يعني ايه فانكشنال كاباسيتي، يعني ايه ايروبيك كاباسيتي، يعني ايه اكسرسايز كاباسيتي، كل ده معنى واحد. الفي اوتو ماكس، مش فاكرين لما قلنا الفي اوتو ماكس هي اندكس، يعني معناه من ضمن دلالات الفتنس او الاكسرسايز كاباسيتي، يعني معناه كل ما الفي اوتو ماكس هيبقى عندي عالي كل ما الاكسرسايز كاباسيتي بتاعتي تبقى عاليه، يعني معناه اقدر اعمل مجهود اكتر قبل ما اوصل للايه للانايروبيك ثريشولد، او قبل ما اوصل لللاكتيك اسيد اكيوميليشن. كل ما تبقى الايروبيك كاباسيتي عاليه، كل ما تبقى الفتنس عالي او الايروبيك فتنس او الاكسرسايز فتنس،
كلها ايه مفردات او معاني متشابهة، علشان في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بينها. حلو كده يا شباب، جميل. طيب اجي بقى ادخل بقى في عندي يعني huge number of tests اقدر اعمل بيها evaluation للاكسرسايز كاباسيتي او الفانكشن كاباسيتي او الفويتو ماكس او الفيتنس، بعيد تاني هو علشان الناس تبقى ايه ماشيه معايا. طب ايه هو الايديال اكسرسايز تيست؟ انا عايز اختار بقى، لان هو مش تيست واحد، تيست كتير. اكيد اللي هو easily designed، يعني معناه ان التيست يكون سهل واقدر ان انا ممكن اعمله في عيادة، ممكن اعمله في المستشفى، ممكن اعمله في مركز، ممكن حتى زي ما هتشوفوا في تيست ممكن اعمله في البيت، ممكن ست البيت تعمله، الراجل يعمله في البيت عشان يشوف الفيتنس بتاعه، هو ما عندوش ديزيز ولا عنده لا قدر الله كارديوبالمونري ديس اوردر ولا اي حاجة، عايزة واحدة ست عايزة تشوف ايه هي الفيتنس، اللياقة بتاعتها عاملة ازاي. طيب ايه تاني؟ وان يكون سيف، ما ينفعش برضو ان انا اعمل تيست اموت بيه الشخص او ان انا اذي بيه الشخص. ايه تاني؟ ان يكون valid. يعني ايه valid؟ يعني التيست ده فعلا really بيميجر الكارديوبالمونري فيتنس او الفانكشنال كاباسيتي، زي ما اقول مثلا جهاز الضغط بيقيس الضغط ولا بيقيس الهارت ريت؟ لا بيقيس الضغط. طب جهاز ال اللهم صل على النبي، مثلا لما اقول الدوبلر بيقيس البلاد فلو، يبقى اقول ده valid for measuring البلاد فلو، valid for a measuring the blood flow. حلو. ايه تاني؟ يكون objective. يعني ايه؟ يعني معناه بيديني نتائج قريبة جدا من الحقيقة. يكون objective، عارفين الفرق بين objective و subject؟ كل ما يكون objective معناه ان انا لو انا كررته كذا مرة يبقى يديني نتائج قريبة من بعضها. زي مثلا لما انا بنجيب الجهاز بتاع ضغط الدم اللي هو الميركوري، لو انت قست للمريض 5 6 مرات ورا بعض، ها بيبقى مور اكيوريت، بتبص تلاقي القراءات الخمسه قريبين من بعض جدا، فبالتالي بقول ده يعني مور اوبجكتيف عن الجهاز الديجيتال اللي احنا بنجيبه اللي عامل زي الساعه ده، لو قست بيه 4 5 مرات تلاقي يعني مدي قرايات مختلفه خالص، ساعات يديك هايبرتنشن وساعات يديك هايبوتنشن، فبالتالي احنا بنستخدمه في البيت كده، هو بيدينا ايه صوره عامه عن البلاد بريشر. لكن لو انا بقى دكتور باطنه ولازم اشخص المريض كويس، ولان هديله دواء ممكن يعني يضيف داهية، يبقى لازم استخدم الميركري، لان هو مور اوبجكتيف اكتر من التاني. لكن احنا قاعدين في البيت كده عايزين نشوف الضغط ايه، العيال تلعب بيه اهو ماشي، عندنا صداع شويه هنشوف الضغط رايح فين. لكن لو انا هعمل بحث او ان انا مسؤول عن مريض ضغط لازم اديله ادويه ولازم اديله حاجه، هتلاقوا طبعا لازم الجهاز الميركري، لان هو مور اوبجكتيف. اتفهمت كده يعني ايه يبقى مور اوبجكتيف اكتر؟ حلو. ايه تاني؟ الريلايبيليتي والريبرودكشن بتاع التيست، ده انا كنت لسه بقول دلوقتي، اللي انا لما اعيد التيست اكتر من مره يديني ايه افريج فاليو، يديني نفس الفاليو او قريبه، مش لازم يكون يعني بالظبط لا، بس تكون قريبه منها. لما اقيس مثلا بجهاز الميركوري اقيس الضغط بتاعي يطلع 120 على 80، بعد 5 دقايق اقيسه تاني يطلع 122 على 79، اقيسه تاني يطلع 124 على 82، قريبين من بعض، هنا اقول ايه ده الجهاز ده كويس وايه الريلايبيليتي بتاعته عاليه. لكن لما اجيب الجهاز الديجيتال او ده بيحصل معانا في البيت كلنا وانا اولكم، يعني اقيس بالجهاز الاقي دي 140 على 100، مفيش 5 دقايق اقيس تاني الاقي 110 على 70، يا نهار ابيض. طب افرض انا كنت خدت دواء ضغط على 140 على 100، ده كنت رحت في ده. فاهمين قصدي ازاي؟ لازم يكون جهاز يعني ياباني، والبطاريات تكون 100 100، والبطاريات تكون الكالاين ومن النوع الغالي، علشان يعني ولما البطاريات تقل شوية عارفين طبعا بيخرف. لا يعني يبقى ده معناه اقول ده الجهاز ده او التيست ده هايلي ريلايبل، او التيست ده ايه فيري لو ريجاردنج اتس ريلايبيليتي. ماشي يا شباب. طب ايه هي التايبس اوف تيست؟ ممكن اشوف اعمل لها arrangement او اعمل لها classification according to the place، او اعمل لها according to the applied load. يعني ايه؟ يعني ممكن التست يتعمل في لاب، في لاب زي مثلا لو بنقول cardiopulmonary exercise test lab عندنا في الكلية، لو كنت شفتوه عندنا 2 لاب صحيح بايظين دلوقتي، لكن معمول في معمل، في اوكسجين انالايزر، في كربون دكسيد انالايزر، في كمبيوتر سيستم، في تريد ميل متوصل بسوفت وير، وبايسكل متوصله بسوفت وير على كمبيوتر، وفي بروتوكول عالميه معروفه، مجرد ان انا بدخل على الجهاز واحط المريض واحط الاي سي جي زي ما هنعرف بعد كده في المحاضرات التانية،
وبعد كده بختار الايه، بختار البروتوكول، بعمل زي الغسالة الاوتوماتيك، البروتوكول بيشتغل لوحده، التريد ميل السبيد بتاعته تزيد كل 3 دقايق اوتوماتيك. انا ببقى قاعد على رسم القلب، بشوف المونيتورنج، بشوف امتى اوقف المريض، امتى المريض هيدخل في حاله حرجه، فبالتالي لازم انهي التيست كده. يبقى ده اسمه لاب تيست او فيلد تيست اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. فيلد تيست يعني ممكن اعمله في تراك، ممكن اعمله في البيت، ممكن اعمله في الكوريدور بتاع مستشفى، اعمله في الكوريدور بتاع العماره، ده اسمه فيلد تيست. يبقى تيست اقل شويه من الحاجات اللي هي الغاليه الكبيره. طبعا باين دلوقتي ان الحاجات الغاليه والحاجات الكمبيوترايزد هي الادق، لكن افرض انها مش موجوده يعني، ففي ممكن استعيد عنها بعض التيست التانية. صحيح ما بتبقاش اكوريت قوي، لكن هي بتديني جود انفورميشن اباوت البيشنت فانكشنال كاباسيتي. مفهوم كده يا شباب؟ حلو. يبقى according to the place ممكن الكارديوبالمونري اكسرسايز تيست او الاستريس تيست يتعمل في لاب، زي ما مثلا في معهد القلب، زي ما عندنا في الكليه، يبقى في لاب مخصوص للايه، للاكويبمنت دي. طيب، او فيلد زي ما قلنا، في كلمه فيلد يعني خارج اللاب، ممكن يبقى تراك، ممكن يبقى كوريدور بتاع مستشفى او كده. طيب، على حسب اللود ممكن التيست بتاعي ده يبقى ماكسيمم انكريمنتال تيست، يعني نفس الجهاز يا شباب، نفس البروتوكول، بس انا يبقى ماكسيمال تيست. يعني ايه؟ يعني بقرص على المريض اهو، ده اللي بيعمله الطبيب، احنا مش بنعمله. ناس كتير قوي مش فاهمين يعني ايه ستريس تيست ويعني ايه كارديو بالمونريكس. هو نفس الجهاز، نفس التريد ميل، نفس الكمبيوتر سيستم، نفس الاي سي جي ليد، بس الدكتور او اللي هو مش عايز يشخص، فبيعمل ستريس، بيوصل المريض للماكسيمم ايفورت. يعني المريض يقول له دكتور حاسس بوجع في قلبي، يقول له كمل كمل ليه، والدكتور طبعا ليه ليميت، بس الليميت بتاعه اعلى، الليميت بتاعه ايه؟ اعلى، يعني انه عايز يبين ايه المشكله اللي عند الشخص، عايز يعمل دايجنوز. لكن انا زي ما قلت المريض جاي لي اصلا دايجنوز، انا عايز اشوف امتى المريض بيتعب، امتى المريض بيدخل في الانيروبيك ثريشولد، علشان لما اجي اعمل اكسرسايز بريسكريبشن ما احطش برنامج يجهد المريض اكتر. فهمتوا ازاي؟ يبقى ممكن يكون ماكسيمم انكريمنتال، يعني بيزيد بالتدريج، كل ليفل او كل جريد من التيست بتزيد بالتدريج. حلو كده، زي ما انا منزل امشي في الشارع كده، اقول ايه 3 دقايق امشي مشي بطيء، بعدين ال3 دقايق التانيين امد شويه، بعدين ال3 دقايق التالتين اجري. يبقى ده اسمه انكريمنتال، سواء كان بالسبيد او بالريزيستنس بتاعه البايسكل او باللود. انا ماشي معاكم سنه سنه خالص اهو، ان انا عرفت ان انتوا لسه متخرجين جداد، اكيد معظمكم خدتوا في البطنه كده يعني مع الدكتوره شيرين. بقى انا كنت مسافر بقالي 10 سنين وهي ما شاء الله عليها يعني، بس اهو بن ايه بنفهم اكتر برضو. ممكن يكون ساب ماكس اهو، ده بتاعنا احنا اهو، عامه اللي هو الاخصائي علاج الطبيعي بيعمله، اللي هو دايما بيكون ساعات بيكون كونستانت ورك لود، يعني ساعات ابقى مثبت الريزيستنس مثلا او مثبت اللود والعب في ايه، في فاريبل تاني. حلو كده، كلمه ساب ماكس يا شباب يعني اقول عليها مثلا سيمتوم ليميتد، اول ما المريض بيشتكي من حاجه معينه تخص القلب او تخص الماسكولو سكيتال سيستم، او انا اشوف اي ساينس على المريض او على الاجهزه بوقف. فهمتوا الفرق بين الماكسيمم والساب ماكسيمم؟ الماكسيمم بقرص على المريض، بقرص زي ما انت تيجي تقرص على نفسك كده يوم الامتحان، صداع هكمل، ما خلاص الامتحان بكره هاخد ادويه مسكنات للصداع واعمل نسكافيه اكمل، كده معناه ان انت بتوصل نفسك لماكسيمم ستريس، خلاص ما هو الامتحان بكره مفيش فايده. لكن اثناء السنه بتعمل ايه؟ بتعمل سب ماكسيمم ستريس، خلاص اول ما بيجي لك صداع وتلاقي عينك مزغلله بتقول خلاص لسه بدري على الامتحانات وبتقوم. اظن يعني اكزامبل واضح كده. يبقى ده هو نفس المذاكره، بس ممكن تقرص على نفسك شويه وده خطر. يبقى معناه ان الماكسيمم تيست يا شباب ما بعملهاش للمرضى اكتر، الا اذا كان الدكتور عايز يعمل ستريس تيست ويعمل دايجنوز، بتبقى اكتر للاثليتكس، انه عايزين يشوفوا ايه هو الماكسيمم ايفورت بتاع مثلا لعيب التنس علشان يقدروا يحطوا برامج اعلى ويعملوا مور ترينسنج ومور فيتنس للشخص ده، لانه عايز بدل ما يبقى خامس على العالم يبقى عايز يبقى الاول على العالم. فبالتالي ممكن ادخل الشخص الاثليتكس في ماكسيمم ستريس تيست علشان اشوف الماكسيمم فيتنس بتاعته ايه. حلو كده، يبقى ممكن يكون ماكسيمم، ممكن يكون سب ماكسيمم، ممكن كمان سوبرا ماكسيمم، ومش هدخلكم في الايه في التفاصيل بتاعت السوبرا ماكسيمم دي. ها، ناس كتير والله يا شباب بيبقوا متلخبطين، الله ايه الفرق يا جماعه؟ حد ده انا قلت مره دكتور قلب يقول لي انت بتعملوا ستريس تيست ليه؟ احنا اللي بنعمله. قلت له يا دكتور انت هو نفس الاكويبمنت، حضرتك بتعمل ستريس تيست، بتعمل ماكسيمم علشان تعمل دايجنوزس، مريض جاي لك
وعنده انجينا البين ومش باينه في الريستنج اي سي جي، فالدكتور بيقعد يقرص عليه، بس بتسمعه في معده القلب بقول له كمل، يقول له دكتور مش قادر، كمل كمل كمل. مش معناه ان هو هيموته، بس هو الدكتور لسه ما شافش حاجه خطر اوعى تموته على رسم القلب، فهو عايز يقرص عليه علشان يظهر بقى الايه، ان ايه مثلا في بؤره معينه في القلب او في حاجه او في اريزمي هتظهر في المجهود العالي ده. حلو كده. لكن انا قلت له بقى لا، احنا بقى دكتور لا، احنا بنعمل سب ماكسيمم يعني سيمتوم ليميتد، يعني اول لو مريض قال انا عندي سيفير هيديك بوقف التست خلاص، واعتبر كل القرايات دي هي دي الماكسيمم بتاعته، لان انا عايز استخدمها في الايه، في الريهابليتيشن، انا مش عايز اعمل دياجنوز مريض بعد عمليه كابج، انا عايز اشوف بس الليميت بتاعه ايه. اتفهمت كده يا شباب؟ حلو. طيب ادي النهارده هنتكلم عن الفيلد تيست. يعني قلنا فيلد يعني ايه؟ يعني يتعمل في الشارع، يتعمل في تراك، يتعمل في كوردور زي ما انتم شايفين في الصور اهو. الادفانتج بتاعته ايه؟ مش محتاج اكويبمنت غاليه، الاجهزه الثانيه دي بتوصل بتبدا من 500,000 وبتوصل ل 2 مليون جنيه الجهاز. لكن نرجع تاني نقول ايه هي المور اوبجكتيف، لو انا بعمل بقى شغال في مجال القلب محترم، يبقى الاكسرسايز تيست اللي هي الاكويبمنت اللي هي الغاليه قوي دي، هي دي اللي مور ايه، هي دي اللي مور اكيرت. افتكر الفرق ما بين الجهاز الميركوري المحترم وما بين الجهاز اللي ايه الديجيتال بتاع البلاد بريشر اللي احنا بنلعب بيه في البيت ده، طبعا ايه مور اكيرت التاني. حلو كده. لكن في ساعات بنتحط في اماكن مفيش فيها الحاجات الغاليه دي، يبقى ممكن ان انا اعمل الفيلد تيست، وخصوصا لو المريض ممكن برضه يكون هاي ريسك ومش قادر اعمل له الاستريس تيست الكبير، او استعيد عنه بحاجات بسيطه. يبقى من ضمن الادفانتج بتاعه الفيلد تيست ان هو مش محتاج اكويبمنت غاليه، ممكن نعمله كلنا في العيادات بتاعتنا. ان اكسبنسيف مش غالي، سبيس انت محتاج بس ان مساحه عندك. الديس ادفانتج بتاعته بقى هو المونيتورنج. يعني ايه مونيتورنج؟ يعني معناه ان انا ببقى مش شايف، مش قادر احط رسم قلب على صدر المريض عشان اشوف فيه سكيميا، فيه اريزميا، في مشكله بتحصل جامده ممكن اوقف، هيدي من ضمن مشاكله. ودي حاجه برضو قيمه جدا، ان الاجهزه الثانيه انا بقدر احط رسم القلب واقدر احط الاكسجين انالايزر، اشوف الفي اوتو ماكس قد ايه اكيوريت، اشوف ايه التغيرات اللي بتحصل في رسم القلب اكيوريت، لكن ده انا ما اقدرش اعمله في الفيلد تيست، فبالتالي بعتمد على حاجات اعمل بيها استيميشن بعد كده. فاهمين يعني ايه؟ يبقى اذا مش اكيوريت ميجرمنت، لكن ايه هي برضو ريلايبل وتيستز عالميه والعالم كله بيستخدمها. لكن اهو الافضل طبعا ان يكون الايه الحاجات اللي هي مور اوبجكتيف، لكن زي ما قلت مش هتبقى متوفره في كل الاماكن. يبقى الديس ادفانتج ان انا مش هقدر اعمل مونيتورنج. خلاص كده. الليفل اوف موتيفيشن، وخصوصا لو الشخص مثلا هيبقى بيعمل التيست ده مثلا مع حد تاني او غير لما يكون اوبجكتيف تيست، عارف ان في ميجرمنت، عارف ان هيطلع له، عارف ان هيطلع له برنت اوت في كل الاكوريت ميجرمنت. فاهمين قصدي؟ حلو. طيب اللي يكون في ماسكولو سكليتال بروبلم، افرض ان انا واحد عنده اوست ارثرايتس، او واحد عنده سيفير لو باك بين، او واحد عنده لامبر ديسك، فممكن برضو ما اقدرش ان ايه المريض هيجي في الفيلد تيست ده هيتعب من الحاجات الماسكولو سكليتال، وابقاش انا قدرت اعرف بالظبط الفانكشنال كاباسيتي او الكارديوبالمونري فيتنس بتاعته. حلو كده. طب ايه التايبس بتاعت الفيلد تيست؟ في الفيلد تيست ممكن حاجات تعتمد ان انا اقيس فيها الديستانس، يبقى ديستانس بيزد، وفي حاجات ان انا اقيس فيها التايم. حلو كده. زي ايه بقى؟ اهو حاجات انتوا عارفينها ما شاء الله اكيد يعني، وبتشتغلوا بيها برضو، زي الفانكشنال ووك تيست. احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الفيلد تيست اللي هي التيستز البسيطه اللي ممكن اقدر اعملها في عيادتي او في المستشفى لو ما فيش فيها امكانيات او كده. لكن برجع اعيد للمره العشرة ان برضو ان الاوبجكتيف تيست الحاجات الغاليه ادق بكتير، وهي اللي اقدر اعمل فيها الابحاث اكتر، واذا كنت شغال في مستشفيات كبيره تبقى هي الاحسن ان انا اطلب منها ان هي تتوفر، لان تبقى مور اوبجكتيف، وفيها ايه زي ما قلنا دلوقتي، فيها المونيتورنج، يعني فيها اراقب قلب المريض كويس واراقب الرئه بتاعه المريض كويس، واقدر اعمل دايجنوزز واقدر اقول البروبلم دي لانج ولا البروبلم دي فاسكولار ولا البروبلم دي هارت. لكن الحاجات الفيلد اهو انا بقول بقى ايه احسن مما ما فيش، على راي الايه المثل بتاعنا احسن مما فيش. حلو. الفانكشن ووك تيست من حلو ليه وممكن الناس تحبه ليه؟ لانه بيستخدم الاكتيفيتي اللي هي فاميليار للسبجكت، الووكينج او الرننج،
مش هحط المريض على جهاز واحط له اي سي جي واحط له اوكسجين انالايزر واحط له نيزل كليب ويبقى مخضوض وخايف. ماشي، يا المريض هيقول لك ده تيست سهل، زي ما بتشوفوا كده الناس اللي راحه تعمل ام ار اي ويخشوا في التيوب دي بقى شايل همه من بالليل ومرعوب، وفي ناس بيخشوا الام ار اي دي بيصوتوا ويجي لهم حاله نفسيه وخرجوهم تاني بسرعه، صح؟ لكن مفيش احسن من الام ار اي كاكيورسي ان انا اعمل بها دياجنوز. فين كل حاجه ليها الادفانتج وليها الديس ادفانتج، وعشان كده بدا يقترحوا الاوبن ام ار اي ان المريض ما يخشش في التانل كده ويحس انه داخل جوه قبر، علشان برضو في نوعيه كتير من الناس ما بتحبش الام ار اي المقفول. حلو، فبالتالي الفانكشنال ووك تيست بيبقى فاميليار اكتر، مش محتاج اكويبمنت كتيره، مش اكسبنسيف زي ما قلنا، ويعتبر وخصوصا امتى، شايف الجمله الاخيره دي، وخصوصا لو الايه الستاندرد كارديوبالمونري اكسرسايز تيست اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكمبيوترايز سيستم مش متاح. طب اعمل ايه يعني؟ ما اعملش، عايز اعمل تيست للشخص ده برضو علشان اشتغل على بيزس في الريهابيليتيشن بتاعتي، ما اشتغلش كده عمياني يعني. طيب منهم ايه؟ السكس مينيت ووك تيست مشهور طبعا شهره عالميه جدا، والانكريمنتال شاتل ووك تيست. هنشرحهم دلوقتي بسرعه. زي ما انتم شايفين في الصور كده، بص الراجل ماشي في كوريدور واجانب هو، يعني مش اختراع التيست، مش اختراعنا احنا، تيست متعارف عليه عالميا وبنستخدمه، وخصوصا لما يكون الشخص في هاي ريسك ان انا احطه على اجهزه مور سوفيستيكيتد، او ممكن استخدمه للشخص العادي اللي انا عايز اعمل له ريهابليتيشن. افرض واحد عامل اي سيرجري وانا عايز اعمل له ريهابليتيشن وعايز ابقى عندي ايفيدنت بيست، اعمل ميجرمنت معينه واقارن بيها الحاجات دي. على فكره يا شباب بتفرق جدا مع المريض، انت لو عملت التيست ده في العياده عندك للشخص وكتبت له على شيت كده ان انت مشيت قد ايه في الوقت، هنشوف بقى بعد لما تخلص مثلا ايه في المريض توتال هيب ريبليسمنت، بعد لما تخلص الريهابليتيشن هنشوف هنعمل لك التيست تاني ونشوف التحسن. بص تلاقي المريض بقى موتيفيتد جدا ويقول لك ده الدكتور ده شغال على بيزس كده ما شاء الله واسلي حاجات وبتاع، ده ما بتشوفه وانتوا كلكم شغالين في الايه في الفيلد. طيب ال 6 مينيت ووك تيست، او ساعات بيبقى 2 مينيت كمان، بس انا بحب دايما ال 6 مينيت ووك تيست، اقدر اقيس بيه اهو الاكسرسايز كاباسيتي، وخصوصا لو الشخص ايه عنده مودريت تو سيفير كارديوبالمونري ديزيز واخاف ان انا احطه في مور ستريس تيست. خلاص ساعات بيبقى هو المريض عنده سيفير هارت فيلر هو خايف احطه في الستريس تيست الجامد، او عموما اعمل له الحاجات البسيطه دي. طيب ايه تاني؟ الاوبجكت بتاعه ان هو المريض بقول له ان هو تو ووك از فار از بوسبل فور 6 مينيت، يبقى التايم ثابت او 2 مينيت، لكن لازم اقول للشخص السبجكت او المريض دو نوت ران اور جوج، لانه لو جري او عمل جوجنج يبقى انا كده ما بعملش الايه، ما بعملش ال 6 مينيت. اسمه 6 مينيت ووك تيست، 6 مينيت ايه ووك تيست. طب ايه تاني؟ ها بدي للمريض طبعا او السبجكت بعض الانكارجمنت وورد، زي ما اقول له مثلا يمد شويه، بس المهم زي ما قلنا ان هو لا يجري ولا ان هو يعمل جوجنج، بس اعمل له شويه تحفيز شويه او شويه انكارجمنت، اقول له مثلا تراي تو ووك از فار از بوسيبل، ما يمشيش ببطء لان هيطلع لي الديستنس مش مظبوط. عشان كده احنا بنقول ان الاختبارات دي كلها ايه مور سبجكتيف، ليه؟ لان غير الاوبجكتيف تيست التريد ميل بقى انا عارف السرعه بتاعته قد ايه وعارف بتزيد كل 3 دقايق بتزيد قد ايه، فطيب بالتالي لما احط 10 عيانين اعمل لهم التيست بيبقى ورأي النتائج تبقى زي ما قلت عملت عدل. لكن هنا المريض ممكن يبقى كسلان شويه فتطلع الديستنس قليله، ممكن المريض يبقى متحفز شويه وانا ماشي مش مركز معاه تطلع الديستنس كبيره، يبقى بالتالي الميجرمنت ما بتبقاش ايه مور اوبجكتيف. فبالتالي بيقول لك لازم تدي بعض الانكارجمنت وتدي بعض الورد علشان احاول ان تبقى كل الناس قريبين من بعضهم. ماشي كده يا شباب، يبقى بعمل انكارجمنت للشخص، اقول له مثلا تراي تو ووك از فار از بوسيبل كمان 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 يلا 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 يلا، يعني بعمل انكارجمنت للشخص علشان ما يبطئش ويطلع لي المسافه قليله وما تبقاش ايه تيست ايه تو سام اكستند اكيوريت. جميل، ايه تاني؟ فبيقول لك في النهايه في نهايه الست دقائق بقيس المسافه اللي هي اتقاست بالمتر طبعا، بيبقى عندك كوريدور زي ده تقدر تعرف المريض رايح جاي مثلا فيه لمدة 6 دقايق، تقدر تعرف الكوريدور مثلا 50 متر، الراجل راحه مثلا 6 7 مرات تضرب وتقدر تعرف يبقى ماشي قد ايه. فالافريج بالنسبة للشخص العادي في خلال 6 دقايق بيمشي
حوالي 430 متر بلس اور ماينس 47 متر بالنسبه للميل، بالنسبه للفيميل بحوالي 38.6 متر بلس اور ماينس 45 متر بالنسبه للفيميل. ده الافريج بالنسبه للشخص اللي ايه النورمال. طبعا قبل التيست وبعد التيست بقيس الهارت ريت، بيبقى معايا هارت ريت زي ما انتم شايفين في بيبقى معايا مونيتور ومعايا هارت ريت كده اقدر اقيس بيه. دلوقتي موجوده في الصيدليات وموجوده في المحلات الحاجات الطبيه، بالس ميتر كده صغير المريض ممكن يلبسه في صباعه، اقيس الهارت ريت وممكن برضو اقيس البلاد بريشر قبل التيست، واقيس الاكسجين ساتوريشن، اقيس الريسبيراتوري ريت زي ما مكتوب تحت، واعمل الريت بريشر اللي هو البورج سكيل اللي هو الريت اوف بريشر البرسيفد اكزيرشن ار بي اي ريت اوف بيرسيفد اكزيرشن اللي هو البورج سكيل، اللي انا اقدر اقول للشخص مثلا وانت ماشي لو انت وصلت لحد نمرة 8 او 9 في الاكزيرشن قول علشان اقدر اوقف لك التيست. هتفهم كده؟ يبقى 6 مينيت ووك تيست يا شباب. الشخص المريض او الاثليتيك سبجكت او الاوفر ويت سبجكت وات ايفر اللي انت الشخص اللي هتعمل له ريهابليتيشن، هتحدد له كوريدور زي ده وتقول له انا عايزك تمشي as far as possible for 6 minutes. حلو كده؟ و do not run and do not a do not joke، لا تجري ولا تمد، بس بقدر الامكان ايه تمشي لا قصدي لا تجري ولا تعمل جوجنج. عارفين الجوجنج يعني اللي هو اعلى شويه من الفاست ووكينج يعني. في نفس الوقت انا ممكن المريض يبقى حاطط في ايديه بلس ميتر، اشوف الاكسجين ساتوريشن واشوف الايه واشوف الهارت ريت. طبعا زي ما انتم شايفين هو تيست سيمبل جدا، لكن ما اقدرش اشوف اي حاجه بتحصل في رسم القلب، ما اقدرش اشوف الاكسجين مثلا بيقل، اقدر اشوف الكربون دكسيد زاد، اشوف الشخص دخل امتى في الانيروبيك ثريشولد. كل الحاجات دي تتعمل اكتر في المور اوبجكتيف او المور سوفيستيكيتد اكسرسايز تيست اكويبمنت اللي هي بتتعمل في اللاب اللي هنتكلم فيها المره الجايه ان شاء الله. طب امتى اوقف التيست بقى؟ ما هي بقى الميزه هنا كده، ما واحد هيقول لي طب ما كل الناس يا دكتور هيمشوا الست دقائق مثلا بخطوات معينه خلاص ما الناس كلها تطلع متشابهه. لا، افرض بقى ان واحد جه في الدقيقه الثالثه وجاله سيفير شيست بين، يبقى انا هوقف هتطلع المسافه بتاعته قليله، هبقى عرفت ان الشخص في ال 6 مينيت ووك تيست ديورنج ذا ثيرد مينيت هاد سيفير شيست بين، وبالتالي انا وقفت الايه التيست. طيب بعد كده لما اجي اعمل له بقى اكسرسايز تريننج اكيد مثلا اعمل له مثلا دقيقتين ونص على التريد ميل، لان انا عرفت ان عند الدقيقه الثالثه جاله الم، واقعد اكرر بعد اسبوعين ثلاثه اربعه خمسه الاقي الشخص ايه لو جيت اعمل التيست تاني الاقيه ممكن يكمل الست دقائق وما حصلوش شيست بين، يبقى انا كده عملت مور بروجريشن، الشخص حاله بقى مور فيت، الكارديبال مونر فيتنس بتاعته زادت، بدا يبقى مور انديورنس، بدا مثلا تقل الليبيد بروفايل اهو كده نفس الثالث. فهمتوا المعنى اللي انا قصده؟ يبقى امتى اقدر اعمل ستوبنج للتيست؟ اذا كان حصل شيست بين. طبعا سيفير شيست بين انا عندي سكيل لما تيجي تشتغلوا في الريهابليتيشن ببقى الانجينال بين او الشيست بين ده 4 سكيل، مثلا بقول ان نو بين مايلد مودريت سيفير، فالشخص باجي اقول له مثلا عند المودريت بين تقول لي عشان اوقف، لكن مش معقول هوقف عند المايلد او عند الايه او اسيب المريض لحد ما يوصل سيفير كده، يبقى انا بحط المريض في ستريس. انا بعلم المريض قبل ما بعمل التيست اقول له بص يا عم الحاج انا عندي 4 جريد للشيست بين، نمره 1 يعني مفيش الم، نمره 2 يعني الالم خفيف كده لكن مش مضايقك، نمره 3 الالم ايه متوسط كده وبدات تحس ان انت متضايق وصدرك كده تقيل، نمرة 4 يعني ألم شديد جدا مش عايزك توصل للنمرة 4 دي يا حاج محمد. أول لما تبقى ماشي وتوصل لنمرة 3 يبقى عشان كده بنقول عليه سبجكتيف برضه، اللي ده سكيل زي البين سكيل، هو أنت البين سكيل اللي إحنا بنعمله للعيانين ده أكيوريت بس يعني تيست متعارف عليه عالميا لكن ما هوش أوبجكتيف، بنقول عليه سبجكتيف. لازم أعلم المريض كويس قوي وأقول له نمرة 1 يعني ألم، عارفين الإيه اللي هو البين سكيل. فبالتالي بقول له انا مش اول ما تبدا تخش في نمره 3 دي اللي هو المودريت تشيست بين تقول لي، وطول ما ماشي اقعد اقول له ها ايه الاخبار ها وصلت نمره كام، ده اسمه ايه الانجينال سكيل. نفس العمليه الديسنيا، امتى اوقف التيست؟ لما يكون في سيفير ديسنيا، برضو بعلم المريض ان في عندي 4 جريد للديسنيا او الديفيكالت اوف بريذنج، نمره 1 مفيش مش ملحوظه، نمره 2 مايلد ديسنيا مايلد ديفيكالت اوف بريذنج، نمره 3 مودريت ايه مودريت
difficult of breathing but the patient can continue the exercise. نمرة أربعة severe difficult of breathing، يعني لدرجة إن المريض مش قادر يتكلم. أقول له لأ أنا مش عايزك توصل للنمرة أربعة دي، أول ما تيجي تخش على نمرة ثلاثة تقول لي علشان أوقف التيست، وأعتبر بقى خلاص إن أنت كده وصلت مثلا للدقيقة الرابعة، وأقيس المسافة بتاعتي وقدرت أحدد الفيتنس بتاعك على كده. مفهوم كده يا شباب؟ جميل. أو إيه تاني؟ ليك كرامب. ما هو ليك كرامب ده معناه إن مفيش بلاد فلو رايح للور لمب، يعني مفيش كارديك أوتبوت قليل، يعني ما حصلش فازو دايليتيشن كويس. كل ده اقدر اشخص بيه حاجات. يبقى بقول له برضو لو انت ماشي كده خلال السكس مينت ده وبدات تحس ان في تقل جامد في رجليك في الكاف ماسل تقول لي. او ابص لا انا بقى اشوف بعينيا الثلاث حاجات الاولانيين دول مش هقدر اشوفهم، ممكن الديسني اشوفها بعينيا لكن الشيست بين لازم المريض اللي يقول لي عليه، الكرامب لازم المريض اللي يقول لي عليه. ممكن انا اشوف بقى المريض كان بادئ التيست حلو كده ووشه مورد وبتاع، بص عليه جه في نص في الدقيقه الثالثه او في الرابعه. خلي بالك ما تقيس نفسك على الست دقائق، تقول ايه يا دكتور 6 دقائق ده ممكن، ده انا ممكن امشي 3 دقائق as far as possible. لا يا حبيبي ما تقيس نفسك انت ما شاء الله عن زي مريض قلب. مريض القلب ممكن بس يقوم من السرير يقعد على طرف السرير ينهج ويتعب، فبالتالي ال 6 minute walk test بالنسبه له صعب، ما هوش سهل، ممكن دقيقتين وتلاقيه خلاص بدا ينهج جامد، بدا يصفر، الضغط عالي، النبض عالي جامد، خلاص ما هو ده اللي يبقى ده اوقف التيست على طول، واعتبر ان الدقيقتين دول والمسافه اللي مشيها دي هي ده الفيتنس بتاعته والماكسيمم فيتنس بتاعته. بالتالي فهمتوا كده التيست؟ ممكن لما تقرا في مكان ما تبقاش، انا بدي لك الخبره العمليه لانه شغلي والحاجات اللي انا بشتغلها بتكون في المجال ده كده. حلو كده؟ يعني ما تقيس نفسك تقول ده تيست سهل قوي، لا قيسه على ايه؟ قيسوا على المريض بتاع القلب او المريض الاوبيز. لو جالك واحد موربت اوبيزتي ده بيطلع 3 سلالم بينهج. ماشي، الله المستعان. ايه تاني؟ ده الشاتل تيست. الشاتل تيست احنا قلنا في 6 مينت ووك تيست تراك فاضي وبمشيه لمده 6 دقائق. لو عندي كوريدور المريض بيفضل رايح جاي لمده 6 دقائق وانا اقيس المسافه، سهل ان انا اقيس المسافه. طبعا معروف الكوريدور 50 متر او ممكن يبقى عندي كل متر متعلم على حسب الامكانيات اللي عندك. حلو. اما بص بقى التيست ده من اسمه يبقى اكيد مش هستخدمه للمريض القلب الجامد قوي او الشخص اللي عنده موربت اوبيست. اسمه ران، شاتل ران، يعني شخص بيجري. اهو ده بقى مثلا اوفر ويت بسيط وما شاء الله وفيتنس، بيقول لك انا كنت بلعب كوره يا دكتور قبل ما وزني يزيد. او ان واحد انت مثلا بتعمل له تاهيل، ناس منكم كتير شغالين في نوادي ومثلا عمل انتيريور كروشيت ليجمنت وعايز تعمل له فيتنس تيست وما عندكش الاكويبمنت الغاليه، تعمل له 20 متر شاتل ران تيست. يبقى انت عارف ان الراجل ما هوش ايه، ما هوش كارديو بالمونري، ما عندوش حاجه تخاف عليها، فبالتالي ممكن التيست يبقى ايه تو سام اكستنت ان فورم اوف رانينج. اهو شوف مكتوب لك ايه، اهو ان التيست ده بيستخدم لايه، للناس اللي هي شغاله في الايروبيك فيتنس اكتر، لان هو ما يعتبر ماكسيمم تيست، انا بجري الشخص، وبالتالي مش هيبقى سيوتبل للشخص اللي هو عنده مودريت فيتنس، الشخص اللي هو موربت اوبيستي، الكاردياك بيشن، الفاسكولار بيشن، الشخص اللي عنده ازمه، عنده كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. ايه ليه ليه إيه ليه هو مش سيوتبل ليه؟ لان زي ما اتفقنا ما عنديش مونيتورنج كافي يخليني اوقف قبل ما المريض يدخل في خطوره. اتفهمت كده؟ لكن الشخص ده بقى اللي هو اللي قلنا عليه الديزيز ده والكارديو بالمونري وعنده اوفر ويت، لا افضل احسن يكون عندي مور اوبجكتيف تيست، لان انا هحط رسم قلب وهبقى شايف الدنيا اكتر. معايا يا شباب؟ ماشيين معايا؟ لكن واحد ده اوفر ويت وكان بيلعب كوره وشخص اتليتكس وشاب صغير وفي النادي وعمل عمليه مثلا زي ابو تريكه ولا تقدر تعمل له تيست فيتنس. لو انت ما عندكش الاكويبمنت اعمل له فيتنس تيست، مبقاش خايف اعمل له الران تيست، لان ده راجل مش ايه، مش اندر هاي ريسك. شفت بقى ازاي انا بقدر اختار التيست ده مناسب التيست ده مش مناسب، امتى اعمل ده؟ هنا بقى بتيجي المعلمه بتاعت اخصائي العلاج الطبيعي اللي هو متخصص في مجال الايه، الكارديو بالمونري او الفيتنس او الاكسرسايز فيسيولوجي، امتى يختار التيست المناسب، مش اي حاجه في اي وقت. صح؟ زي ما زمان لما كان في هوجه بتاعت الاكيبانشر، كل واحد يفتح، احنا دارسين الاكيبانشر في امريكا وشغالين فيها وشغالين بالماي فيشر ريليز وشغالين بكل حاجه، لكن المهم انك هاو تو سيلكت يور سبجكت. مش كل واحد يدخل لك العياده، انا كنت معترض عليهم في السعوديه لما عياده اكيبانشر بس،
يخش له هيموبليجيا اكيوبانشر، يخش له ارثرايتس اكيوبانشر، هو ما فيش الاكيوبانشر. الاكيوبانشر دي يا جماعه ده مجرد ايه ميثودز، لازم تبقى موجوده معايا زي مع كل الميثود بتاعتي، اقدر اختار المناسب للشخص للمريض المناسب، مش بس كل حاجه يدخل لي اعالجه بالاكيوبانشر، كل هوجه بتاعت الاعشاب، كل حاجه بالاعشاب، كل حاجه ما ممكن الاعشاب تاذيني برضو. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى هنا المعلمه بتاعتك انك تختار التيست المناسب، امتى اعمل ده وامتى ما اعملش ده، امتى اقول اه وامتى اقول لا، هو الفهم بيجي من كده. طيب فهمنا كده؟ يبقى ايه بقى الشاتل تيست ده؟ انت هتشوفه كمان صعب انه يعمله اي مريض. هنا هيعمل راننج، بحط تو مارك عندي 20 متر كده مثلا في الكوريدور بتاع المستشفى او التراك بتاع النادي اللي انت شغال فيه او العياده، عندي 20 متر بحط علامه هنا عند اول ال 20 متر وعلامه عند ال 20 متر التانيين، مثلا حاجه خط اخضر هنا وخط اخضر هنا، كرسي هنا وكرسي هنا على حسب الامكانيات المتاحه ليك. حلو كده؟ واعمل ايه؟ واقول للشخص عايزك تجري، عايزك تجري ما بين العلامتين دول، بس برضو هل جري عشوائي كده والا ما كانش يبقى تيست علامه يا شباب؟ ده بيبقى فيه كاسيت ريكوردر موجود، بقول للشخص امشي الخطوات بتاعتك زي الصوت اللي انت هتسمعه في الشريط، مثلا ايه كل ما تسمع الصوت بتاخد خطوه، والصوت ده يا شباب الاول بيكون بطيء وبعد كده يتسرع بالتدريج، يبقى اذا التيست هنا مقنن. زي ايه؟ زي ما اعمل مثلا كده، يلا اول ما اعمل صوت ببقي هتاخد خطوه، تك تك تك، اظبط خطواتك على قد الصوت اللي طالع من الشريط اللي بيسموه مترينوم، يلا تك فهمتوا قصدي ايه؟ يبقى الشخص الاول مش بيمشي كده بمزاجه، لا ده انا بقول له في شريط هتسمعه بيديلك اصوات تمشي تخلي خطوتك ماشيه مع الايه؟ تخلي خطوتك ماشيه زي ما بتشوف بتوع الجيش كده، واحد اثنين واحد، الخطوه لمين شمال لمين شمال. فاكرين زمان اللي دخل منكم الجيش طبعا من الولاد، هتلاقي كنا كلنا بنمشي خطوه واحده على حسب ايه بق العسكري اللي هو ماشينا يقول لنا ايه لمين شمال لمين شمال لمين شمال. يبقى لازم وقت ما هو بيقول لمين اكون ايديا اليمين طالعه ورجل الشمال طالعه، وقت ما بيقول شمال ايديا. فاهمين طبعا الشباب اللي هم دخلوا الجيش عارفين الحته دي. وبالتالي كل ما هو هيسرع المترونوم بتاع بقه انا برضه هسرع خطوتي. اتفهمت كده؟ ده باسمه شريط كاسيت كده مخصص اسمه مترونوم، بمشي على حسب ايه اللي هو مديني. يبقى معناه كل الناس اللي هتعمل التيست مش هيمشوا على مزاجهم، لا ده هيمشوا على حسب حاجه مقننه برضه، وبالتالي هنا بيبقى مور اوبجكتيف برضه شويه. حلو كده؟ طيب وفي الاخر بشوف ايه هو النمبر اوف كومبليتد شاتل، كم مره عمل، كم لفه، كم 20 متر عملهم الشخص، امتى، لحد لما يكون خلاص، لحد لما يبقى مش قادر يتجاوب مع الصوت اللي هو سامعه. عارفين كده؟ خلاص مش قادر، مش قادر يا دكتور، خلاص مش قادر امشي مع الايه مع الشريط، خلاص وقف، اروح موقف واحسب له كام 20 متر، كام شاتل هو عمله. ممكن بقى انا مش كاتبها لكم طبعا علشان ما تزودكوش في التفاصيل، المسافه اللي هو مشيها وكم شاتل دي انا بدخلها في معادلات واقدر اعرف اعمل بريدكشن، اعمل استيميشن للفي اوتو ماكس. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ انا بقى الجهاز التاني اللي بعمله في المعمل، بحط اكسجين تانك في فم المريض في اللي هو في الماسك، والجهاز بيحسب لي بقى مور اكيوريت، بيحسب لي الفي اوتو ماكس اكيوريت على طول لايف، لكن هنا انا بدخله في معادلات واعمل له استيميشن. كل لما يكون التيست اتعمل صح كل لما الاستيميشن ده هيبقى اقرب للواقع، اقرب للايه؟ للواقع. زي ما بنقول ايه درجات الحراره المتوقعه، انا عامل لها استيميشن بطرق معينه، مثلا شافوا الرطوبه ايه شافوا ايه واقول متوقعه غدا، لكن لما اجي غدا ده اقدر اشوف الاكيوريت ميجرمنت ايه بالظبط. صح كده؟ يبقى انا ممكن من خلال ال 6 minute walk test ومن خلال ال 20 meter shuttle run test باخد بستفاد بالمسافات اللي انا بقدر اخدها دي واعمل بيها ادخلها في معادلات واعمل prediction for في اوتو ماكس. كلمه predict احط عليها تحتها 20 خط، يعني انا just estimating predicting. كل لما التيست بيتعمل صح ومظبوط كل لما يكون البريدكشن ده اقرب الى الواقع. لكن اللي انا عايز اقيس بقى اكيوريت ميجرمنت بالظبط ها يبقى اللي هو اللاب تيست. لكن ما عنديش لاب تيست، ما عنديش مليون جنيه، ما عنديش 2 مليون جنيه عشان اوفره في عيادتي، خلاص كده ما اشتغلش بقى ببيزس وما اقيس حاجه كده واشتغل عشوائي، لا في تيست ثانيه معموله. وزي ما قلت المهم انك تختار التيست المناسب لكل شخص.
هل انا اقدر اجيب دلوقتي مريض قلب طالع عامل كابتش اللي هو الكورونري ارت باي باس جرافت، او عامل ستنت وعنده هايبر ليبيديميا وعنده انجينا البين، واقول له يلا بقى اعمل لك 20 متر شاتل ران تيست، هموته، هموته في التراك او في الكوريدور، هيموت مني في الكوريدور. ليه؟ زي ما انتم شايفين ده ران تيست، ران تيست، وفي نفس الوقت ما عنديش مونيتورنج كافي للقلب والصدر. اتفهمت كده؟ ده انا بديكوا يعني السنس اللي هو بتاع بقى الخبره العمليه. لا اقول ساعتها لا الشخص ده يا جماعه انا ما اقدرش اعمل له الشاتل تيست. طب واحد جاي لي شاب 25 سنه وزياده 5 كيلو وبيقول لك يا دكتور ده انا رياضي وبتاع، بس اتجوزت بقى وبقى لي 5 6 شهور مبطل الرياضه، ورحت ايه وقعت وجالي انتيرو كروشيت ليجمنت وعملت العمليه وبتاع، عايز اعمل تاهيل بقى كده وبتاع، بس تعال اعمل لك شاتل تيست واشوف الفي او تو ماكس عشان اشوف الفيتنس بتاعك، عشان بعد كده لما اعمل لك تاهيل اشوفك اتحسنت ولا لا. شفت جات ازاي بقى؟ ماشي، الله المستعان. ايه تاني يا شباب؟ حاجه اسمها كوبر تيست، برضو ده بقيس بيه الفي او تو ماكس. هل بقيس ولا بعمل استيميشن؟ لا بعمل استيميشن، لان برضو هو فيلد تيست، المريض ما بيكونش متوفر له اي مونيتورنج سيستم غير الحاجات البسيطه، واهمهم طبعا انه مش متوفر الاي سي جي. الاي سي جي اقدر اشوف الانجينا، واقدر اشوف الاسكيميا، واقدر اشوف الاريزميا، واقدر اشوف في اكتوبيك فوكس ولا لا. المجال بقول لكم عالي جدا جدا جدا. فالكوبر تيست بعمل ايه؟ برضو بشوف بعمله الاثليتيك اكثر، ان برضو فيه مور ستريس للناس اللي عندها الفيتنس بتاعها معقول. بعمل بيه استيميشن للفي او تو ماكس، ان انا قلت لكم ان تعتبر اندكس لايه؟ تعتبر اندكس للفيزيكال فيتنس او الايروبيك كاباسيتي اللي هي الفي او تو ماكس، يعني دلالات الفيزيكال فيتنس. طيب برضو زي ما انتم شايفين كده اهو بيتعمل في فيلد، مش محتاج معمل ولا حاجه. بقيس ايه؟ بشوف المسافه اللي المريض عمل لها راننج، حط 20 خط تحت رانج، ما قصدي ايه هنا؟ يبقى برضو مش هيبقى سيوتبل قوي للناس اللي هم الهاي ريسك، الناس اللي هم عندهم ايه، او مجرد اوبيز. ما هو الشخص جالي اوبيز ده انت ما بتعرفش عنده ايه، ما اقدرش اعمل له كوبر تيست، يبقى خطر عليه جدا، لان احنا ما عندناش مونيتورنج. خلاص انت بقيتوا اساتذه بقى في الكلام اهو. يبقى هشوف الديستنس اللي الشخص هيعمل لها رانج في 12 مينتس، خلاص، واروح مدخلها في المعادله. يبقى الفي او تو ماكس هيساوي دي 12، يعني الديستنس كفرد ان 12 مينت ماينس 50 505، بعدين اعمل لها ايه ديفايدد باي 45. طبعا في علماء اشتغلت ايه علشان تطلع المعادله دي علشان تبقى انديكيتد للايه للفي او تو ماكس. اهو جاي لك بقى هو في العياده مثلا شاب صغير او بيعمل ويت ريدكشن وفت، وانت وجايب لك شهاده محترمه طبعا مش مضروبه، انه ما عندوش اي كارديو بالمونري ديس اوردر، وانت عايز تشتغل على بيزس جميله وتعمل تيست قبل وبعد، اقدر ان انا اعمل له 12 مينت ايه راننج تيست، واقيس له الفي او تو ماكس، واقول له بص انت عندك ايه. جميل، تخيل بقى لو الاخصائيين كلنا نشتغل في امريكا، دي اقل حاجه كل الاخصائيين لازم تشتغل كده، ان لازم كل حاجه تبقى ريبورتد، لان اللي بيدفع الريهابليتيشن يا شباب انشورنس كومباني، تقول لك انا عايز اشوف كل حاجه ريبورتد، عايز اشوف التحسن على مكتوب على ورق، وبيبعتوا ناس يشوفوا التحسن ده ولا لا. فبالتالي ما ينفعش ان انا ابقى شغال كده هبهزر وخلاص كده بالبركه، لا لازم كل حاجه تبقى اوبجكتيف وتبقى دوكيومنتد، لان الناس بتيجي تراقب عليها. تعالى انت خدت مني دلوقتي 30 جلسه تاهيل، وال30 جلسه دول مثلا ب 10,000 دولار، قول لي انت عملت ايه للمريض ده، وكان قبل التاهيل كان عامل ازاي، والتحسن بتاعه عامل ازاي. واللي منكم طبعا في امريكا دلوقتي انا ما اعرفش، او اللي سافر هيقول الدكتور فرج عنده حق، الكلام اللي بيقوله ده مظبوط. يبقى عرفتوا الكوبر تيست. حلو، في بقى برضو تاني عندي ستيب تيست بنفس الفكره، بيبقى عندي زي سلمه كده، شفتوا مثلا زي الكرسي بتاع زمان كانوا بيقولوا عليه كرسي الحمام، او زي سلمه ليها لينس معين وليها ارتفاع معين، اقدر اعمل عليها ايه، اقدر اعمل عليها برضو اكسرسايز تيست عباره عن ستيبنج. طيب وفي ديفرنت بروتوكول للستيبنج تيست ده، بعمل ايه مثلا؟ الستيب تيست ده برضو يا شباب لازم افكركم ان هو لازم يتعمل برضو مترونوم، واحد يقول لي واحد يطلع السلمه وينزل، يطلع السلمه وينزل. هنا مش مقصود ستيب تيست، ستيب تيست ان انا يطلع سلالم كامله، لا دي بتبقى سلمه واحده بس، المريض بيطلع برجل اليمين وينزل، وبعدين يطلع برجل الشمال وينزل، يطلع برجل اليمين وينزل، ويطلع برجل الشمال وينزل.
زي السلمه اللي بتشوفوها اللي الستات بيشتغلوا بيها في او الرجاله في الجيم، ان هو يعملوا عليها ايروبيك ايروبيك اكسرسايز، يطلع ويطلع كده وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل، نفس العمليه. طب برضو هل هي عشوائيه؟ لا، بقيس الهارت ريت قبل وديورنج وافتر، بيكون مثلا لمده 3 او 5 دقائق، والمريض بكون مشغل له او الشخص مشغل له برضه شريط، اول ما يسمع الدقه يطلع السلم وينزل، يطلع يسمع الدقه يطلع وينزل، مش برضه ايه لما واحد هيطلع ببطء، واحد يطلع متوسط، واحد يطلع بسرعه، يبقى انا برضه كده التيست عشوائي. لا، بقول له في شريط هتسمع صوت، اه تك يلا اطلع بالرجل اليمين، تك انزل، تك اطلع، تك انزل، حلو كده، وبكون مدربه عليها الاول، اقول له تمشي على الصوت اللي انت سامعه، كل ما تسمع الصوت تطلع وتنزل، تطلع الصوت تطلع وتنزل، واقيس بعد كده الهارت ريت في الاخر. بعد ما بيخلص في خلال 15 او 30 ثانيه بقيس الهارت ريت، وارجع اقيسه تاني بعد 4 دقائق علشان اشوف الريت اوف ريكفري. الهارت ريت يا شباب اللي بيطلع لي ده طبعا فيري سيمبل تيست، ممكن اعمله في البيت على فكره، ده ممكن من على النت، بتطلب السلمه دي وبتطلب الشريط وبتطلب المونيتورنج، وتقدر الستات تعمله في التيست، ممكن في البيت، ممكن تعمله في العياده للناس اللي جايه تعمل ويت ريدكشن، يبقى حاجه مقننه، تقدر تعرف الفيتنس بتاعهم قد ايه، الهارت ريت بتاعهم بيعلى قد ايه اثناء الايه الستيب تيست ده، ومشهور جدا ومعروف عالميا يعني. خلاص، لكن زي ما بنقول لو انا عندي تاني، برجع عيد تاني عيد تاني عيد تاني للمره ال20، لو انا عندي مريض قلب بقى وطالع عامل عمليه قلب كبيره، يبقى برضو التيست دي بتبقى بعيده شويه ان هي تديني ايه انديكيشن عن الكارديوبالمونري فيتنس، وخصوصا لما يكون المريض هاي ريسك وانا خايف ولازم اكون اعمل مونيتورنج كويس. انتوا شايفين المونيتورنج اللي هنا في الستيب تيست عباره عن هارت ريت اقيسه بجهاز بسيط، لكن انا مش شايف ايه اللي بيحصل جوه المريض. خلاص يا شباب، يبقى بالتالي تاني لازم اختار الشخص اللي هعمل له كل تيست من ده. جميل، طيب طبعا كل لما الشخص بيكون مور فيتر مور فيتنس مور كلوزر تو هاير فيتنس، بيبقى الهارت ريت ما بينطش قوي اثناء التيست، وفي نفس الوقت كمان لما بخلص الثلاثة او الخمس دقائق بتوع الستيب تيست دول بيحصل رابيد ريكفري للهارت ريت، ويرجع للريستنج ليفل في خلال 3 تو 4 مينيت. يعني الشخص اللي هو بيعمل مجهود ده يا شباب الهارت ريت بتاعه عالي، وده حتى مريض القلب بنشوفها كتير، ابص الاقي بعد ما خلصت التيست المريض قاعد نص ساعه الهارت ريت عالي مش عايز ينزل، عامل زي العربيه لما تيجي تبطلها تقعد نص ساعه سخنه مش عايزه تبرد. مش في ناس بتسمع يقول لك الحق العربيه ولعت تحت، معناه ان حصل ماس العربيه، حصل مشكله في التبريد بتاع العربيه. نفس العمليه الشخص النورمال، المفروض كلنا الشخص النورمال اللي هو المور فيت، بمجرد ما بعمل ستوب للاكسرسايز المفروض ان الهارت ريت يرجع تاني للريستنج ليفل within 3 to 5 minutes كده، ده اسمه ليفل اوف ريكفري، يو هاف ا جود ريكفري فور يور هارت ريت. لكن لو فضل الهارت ريت عالي لفترات طويله بعد الاكسرسايز كده، معناه ان في مشكله في الكارديوبالمونري سيستم، وان الفيتنس بتاعتك فيري فيري لو. حلو كده، اهو انا بقول لك ان ممكن تقيس الهارت ريت كونتينيوسلي ديورنج الاكسرسايز بالاجهزه الصغيره اللي احنا بنجيبها اللي هو البالس ميت. حلو، ماشي. من ضمن اشهر برضو التيست دي حاجه اسمها كوين تيست، كوين ستيب تيست، زي ما انتم شايفين اهو الصوره اللي على تحت على اليمين، عباره عن تيست ستيب، الشخص بيطلع وينزل يطلع وينزل بناء على الصوت اللي هو ايه سامعه. ايه الاكويبمنت اللي انا بستخدمها؟ عندي ستيب حوالي 41، شوف حاجه مقننه برضو عالميه، مش هجيب بقى كل واحد يجيب السلمه اللي عنده في البيت، لا هي برضو حاجه ليها مقاس معين وليها حاجه متعارف عليها. كل ما بتستخدم الادوات بتاعتها صح، كل لما بيكون التيست مور كلوزر تو ذا اكيورسي اكتر. فاهمني طبعا، حلو كده. طيب يعني زي ما الواحده تسمع كده وصفه اكل كويس في التلفزيون، كل ما بتطبقها زي ما الست قالت بالظبط والماتيريال اللي الست قالتها بالظبط، كل ما هتطلع مور اكيوريت كل او مور كلوزر للايه للطبخه اللي الست عملتها. لكن تقول بقى ده استخدمت الفلفل الفلاني، طب ما استخدم انا الفلفل ده، بس هي حطيته في الفرن 20 دقيقة، طب ما اجرب انا واحطه 12 دقيقة، يبقى كده انت بتبعدي غالبا مش هتطلع زي اللي انت شفتيه. نفس العملية علشان اعمل الستيب تيست ويطلع يبقى اكيوريت شوية ويطلع لي نتائج معقولة اقرب للمعقول، يبقى لازم استخدم الادوات زي اللي اخترع التيست قال عليها. اهو استخدم ستيب حوالي 41 سنتي و3 من 10، ايه تاني؟ اجيب الستوب ووتش طبعا علشان بعمل 3 دقايق او 5 دقايق. ايه تاني؟ اجيب الكيدنس تيب اللي انا قلت لكم عليه بسموه المترونوم، ده تيب شريط
بيعمل صوت علشان تبقى الخطوة بتاعتك او الطلعة والنزلة تبقى مظبوطة، ما تبقاش عشوائية. زي بالظبط كده، اول ما تسمعي الصوت يا ست الحاجة تطلعي، تسمعي الصوت التاني تنزلي اهو، يلا تك فوق تك تحت فوق تك 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 كده. يبقى اذا معناه ان الناس كلها هتبقى متساوية في النمبر اوف ستيبنج بير ايه بير مينيت، نمبر اوف ستيبنج بير مينيت على حسب الشريط اللي انت سامعه. واعمل هارت ريت مونيتور بالبالسوميت. حلو كده، ابص بقى اهو، ممكن اعمل استيميشن للفي او تو ماكس بالظبط زي ما الجهاز طلع لي، لكن بعده خلاص انا قلت بقى قبل كده ان الاستيميشن عمره ما هيجي زي الاكيوريت. اهو شخص ميل، اروح جايب الهارت ريت اللي انا اول ما الشخص خلص الثلاثه او الخمس دقائق بتوع التيست اقيس الهارت ريت على طول، واروح مدخله في المعادله دي 111.33 minus 0.42، اضربها في الهارت ريت هيطلع لي انديكيشن للفي او تو ماكس بمليليتر بير كيلو جرام بير مينت. الفيميل معمول لهم ارقام تانيه، يبقى اذا في ناس شغاله عالميه على التيست وطلعت لك الارقام دي ليه؟ عشان تديني استيميشن، تديني بريدكشن للفي او تو ماكس اللي احنا اتفقنا كلنا ان هو عباره عن اندكس للكارديو بالمونري فيتنس، اندكس للاكسرسايز كاباسيتي، اندكس للكارديو بالمونري فانكشنال ابيليتي، كله معنى واحد. ماشي كده يا شباب، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من التيست البسيطه دي. المره الجايه بقى نخش في التيست اللي مش هقول معقده لا، اللي هي المور اكيوريت، اللي هي المور اوبجكتيف، الحاجات الغاليه، الحاجات الجميله اللي لازم تبقى متوفره في المستشفيات الكبيره او العيادات الكبيره علشان تديني مور ايه مور اكيوريت. هي بالظبط يا شباب زي ما اقول مثلا بلين اكس راي واقول ام ار اي، ماشي اقدر اعمل بلين اكس راي هقدر اعرف منه حاجات، لكن في ديتيلز كتيره جدا مش هقدر اعرفها من بلين اكس راي، عشان كده اخترعوا الام ار اي. حلو كده، بالتالي طب انا ما عنديش يعني فاتح عياده اجيب ام ار اي ب 10 مليون جنيه، خلاص اعمل بلين اكس راي بس تبقى عامل حسابك انك مش هتقدر، حاجات كتير هتبقى ايه مش موجوده عندك. نفس العمليه التيست اللي احنا قلنا عليه دي، يعني الريلابيلتي بتاعتها عاليه كل حاجه اهو زي ما هتشوفوا. التيست ده الريلابيلتي بتاعته 92.92، ده عالي جدا وكويس، بس المهم انه يتعمل صح زي ما هو ايه زي اللي اخترعه قاله، وان اختار الشخص الصح اللي انا هعمل له الايه اللي انا هعمل له التيست. يعني ما اجيبش واحده عندها سيفير ني اوس ارثرايتس واوبيز واعمل لها ستيب تيست، يبقى هتتعب مش هقدر اقيس الفيتنس، هتتعب بعد دقيقه نتيجه ان الركب بتاعتها وجعتها، يبقى انا ما قدرتش اقيس فيتنس كده، ما قدرتش اختار التيست المناسب. اتفهمت كده يا شباب؟ يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، ورب تكونوا استفدتوا، وعلى موعد ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين بالنسبة لرمضان، واشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.